أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم سر التفوق في علم الأحياء. طبعا أكيد إحنا خلاص انتهينا من المنهج، والنهاردة هتكون أولى حلقات مراجعتنا النهائية. طبعا عايزين نركز قوي في المراجعة بتاعتنا إن إحنا نتدرب على أسئلة مستويات عليا في التفكير، بمعنى إحنا عارفين إن التعليمات إن الامتحان مش هيجيلك رسمي، أو بمعنى تاني مش موضوع رسمي، مش هيجيلك زي ما أنت متعود مصطلح واختر وفسر والكلام اللي هو المقالي اللي بيبحث عن التذكر او بيقيس مفهومك او بيقيس تذكرك في المادة دي. لا، احنا هنقيس مدى فهمك ومدى استيعابك للمادة دي. يعني زي ما احنا متفقين وزي ما احنا متعودين من اول ما بدأنا الترم، اي جزئية انت بتذاكرها بجانب ان انت مطالب ان انت في جزئيات تتحفظ، لازم تفهم كل جزئية انت بتقرأها او بتحفظها وتعمل علاقات بين الابواب وبعضها. عشان ما اطولش عليكم، مجهزين لكم اسئله كتيره بالاسلوب اللي احنا متفقين عليه. جبنا اسئله اختر لان امتحانك هيكون فيه 10 جزئيات اختر من متعدد، وجبنا اسئله برضو هتقيس مستويات تفكيرك. نبدا مع اول رحلتنا في الاسئله اللي احنا مجهزينها لكم النهارده، وده بنبدا باختر عشان فتح نفس زي ما بنقول. اسئله سهله او نظام اختر، نظام بيبقى سهل ودرجاته مضمونه باذن الله. نشوف اول حاجه معانا، طبعا اختر الاجابه الصحيحة من بين الأقواس. نشوف أول سؤال بيقول لنا إيه؟ في الغشاء البلازمي، افتكر معانا تركيبه كان إيه؟ في الغشاء البلازمي عند استبدال الكولين ومجموعة الفوسفات بحمض دهني فإنه يتحول إلى. طب قبل ما نشوف اختياراتنا، تعال نشوف الأول نفهم السؤال. بيقول لي في الغشاء البلازمي عند استبدال الكولين ومجموعة الفوسفات، هو الغشاء البلازمي فيه كولين ومجموعة فوسفات؟ هتقول لي اه اكيد. اولا يمكن ما تقالش بشكل مباشر في الكتاب، لكن لما جينا شرحنا الغشاء البلازمي قلنا هو عباره عن ايه. قلنا طبقتين من الفوسفوليبيدات. طب ما انا عارف ان الفوسفوليبيدات دي ليبيدات معقده، استبدل فيها الحمض الدهني الثالث بمجموعه الفوسفات والكولين. خلاص شفت جت منين؟ يبقى ما قاليش بشكل مباشر، لا ده قال لي انا عندي غشاء هشيل منه الكولين والفوسفات، وانا عارفه ان الغشاء عباره عن فوسفوليبيدات. طيب لما هشيل دولت واحط حمض دهني هيديني ايه؟ لما اشيل الفوسفات والكولين ونضع مكانهم حمض دهني هيدينا ايه؟ طب تعال نشوف الاختيارات ونفكر فيها سوا. اول اختيار هيدينا استرويدات. ايه استرويدات دي؟ اللي هي الاحماض الدهنيه او الدهون اللي كنا بنقول عليها دهون مشتقه، كانت بتنتج بالتحلل المائي للليبيدات البسيطه والمعقده، دي مشتقه. طيب ب شموع، ج زيوت، د دهون. طبعا اي حد هيفكر او هيقرا من غير ما يفكر هيقول زيوت دهون شموع كلها بسيطه، لا دول زي بعض خليهم على جنب، انا هختار الاسترويدات. لا مش صح. عارف ليه؟ الاسترويدات مشتقه، دي مش مشتقه، ده انا شلت الحمض الدهني او شلت الفوسفات والكولين وحطيت حمض دهني مكانهم، رجعته تاني احماض دهنيه، رجعت عندي تلات احماض دهنيه. يعني هتشكلي في مين؟ في البسيطه. هتقولي طب ازاي ما انت حاطه الثلاثه البسيطه زيوت ودهون وشموع، هختار في مين بقى؟ ما الثلاثه فيهم ثلاث احماض دهنيه. طب تعال نشوف هنختار ايه؟ انا هختار الزيوت. ليه؟ ليه الزيوت؟ ما الدهون نفس الكلام، ما الشموع نفس الكلام. لان الزيوت سائله وطبقه الغشاء البلازمي او الغشاء البلازمي سائل. يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ يبقى الإجابة بتاعتي هتكون إيه؟ يبقى الغشاء البلازمي، يبقى أنا بتكلم عن الغشاء البلازمي اللي إحنا اتفقنا إنه فوسفوليبيدات. طيب يبقى أنا هرجعه زيوت. هتقولي مش مذكورة في الكتاب، هقول لك مذكورة فين. لما جينا وصفنا الغشاء البلازمي قلنا إن هو يشبه طبقة الزيت فوق المية، وقلنا كمان إن الفوسفوليبيدات دي سائلة، وقال الغشاء البلازمي سائل يتكون من طبقتي الفوسفوليبيدات السائله. طب ما كل الحاجات دي بتؤكد لي، كل الحاجات دي بتؤكد لي ان هو خلاص زيت، يبقى هو نوع من انواع الزيوت لانه ايه؟ لانه سائل. يبقى الاجابه بتاعتنا زيوت، وانا فهمت انا اخترت الزيوت ليه. زيوت ليه تاني؟ لان الغشاء البلازمي سائل، الغشاء البلازمي سائل. طيب يبقى اجابتنا السليمه هي الزيوت. ننتقل لسؤال تاني بيقول عند اتحاد حمضين امينيين تتكون رابطة ببتيدية بين. تاني، عند اتحاد حمضين امينيين
هتتكون رابطة بيبتيدية بين، طب تعالى نشوف اختياراتنا، بيقول لي بين ذرتين هيدروجين، لا بين ذرتي الأكسجين، طب يمكن بين ذرة هيدروجين وكربون، طب يمكن بين ذرة نيتروجين وذرة كربون. لخبطة؟ لا مش لخبطة. افتكر كنا بنربط حمضين أمينيين ازاي؟ طب نشوف الاختيار ونرجع بسرعة ارسم لك كيفية الرابطة بين الاتنين. طبعا هو اختيارنا الصح هيكون د، الرابطة البيبتيدية بين ذرة نيتروجين وذرة كربون. اللي مش متأكد يجي يشوف معانا. لما كنا بنيجي نعمل الرابطة البيبتيدية، بص معايا كده، كنا بنعمل ايه؟ هجيب حمضين امينيين وابدأ احطهم جنب بعض واعمل بينهما رابطة بيبتيدية، ذرة كربون وسطي وعندي هيدروجين وعندي مجموعة الكربوكسيل الحامضية، بفكرك بشكل الرابطة كانت ازاي، وعندي مجموعة الار وعندي الان ومعاه الاتنين الاتش، مش هو ده الحمض الاميني اللي احنا اخدناه؟ طيب تعالى بقى نعمل له حمض اميني تاني جنبه عشان اكون بينهم الرابطه البيبتيديه، اهو ذره الكربون الوسطيه وادي الاتش وادي الار والسي او واو اتش، وهنا عندي الان وطبعا اتش اتش ان اتش 2. وقلنا ساعتها عشان اعمل الرابطه انا بنزع ذره الهيدروجين دي نزلها لتحت، وهنزع ذره او مجموعه الهيدروكسيد دي انزلها لتحت عشان اجمعهم ويديني جزيء الايه، جزيء الميه. طب شيل بقى كده، كونت رابطه بين مين؟ بين ذره نيتروجين وبين ذره كربون. يبقى مهم قوي ان انت تكون متخيل القصه بتحصل ازاي. حتى لو كان السؤال ده موجود او الجزئيه دي موجوده عندك في الكتاب للاطلاع، ماشي للاطلاع، بس انت عرفت انا بنزع منين. انا ما طلبتكش ان انت ترسمه، انا ما طلبتكش ان انت ترسم لي الرابطه البيبتيديه بين الحمضين الامينيين، لكن انا قلت لك انا نزعت فين او نزعت ايه. واحنا عارفين انا بنزع ذرة هيدروجين من مجموعة الامين، وبنزع مجموعة هيدروكسيد من مجموعة الكربوكسيل، يبقى اجابتنا طبعا ربطت بين النيتروجين والكربون. طيب نشوف سؤال ثالث، بيقول من عضيات الخلية التي يعتمد عملها على وجود حويصلات ناقلة واخرى افرازية. انا عايز عضية من عضيات الخلية ما تقدرش تشتغل من غير حويصلات ناقلة وأخرى إفرازية. طيب تعال نشوف إيه هي العضيات اللي موجودة عندي في الاختيارات. بيقول لي يمكن تكون الريبوسومات، طب يمكن اللايسوسوم، طب ما احتمال تكون الشبكة الإندوبلازمية، ما إذا ربما برضو تكون جسم جولجي. هتقول لي طب ما كل دول إفراز، ماشي هنعلم كل عضية بحاجة. الريبوسوم تخليق بروتين، اللايسوسوم فيه إنزيمات هضمة، الشبكة الاندوبلازمية عندي نوعين خشرة محببة وكل واحدة ليها عملها، طب جسم جولجي دي العضيات الافرازية، وطالما هي افرازية يبقى محتاجة ناقلة واخرى افرازية. هتقولي ليه مش مذكور في الكتاب حويصلات ناقلة وافرازية، وان كان على الرسمة دي رسمة المفروض انها تكون توضيحية برضو او للاطلاع. هقولك ايه اللي احنا مطالبين بيه. لما كنا نتكلم عن اجسام جولجي او جهاز جولجي قلنا ايه؟ فكرك لما قلت لك المصنع وانا عندي هنا خط الانتاج والكلام ده، شبهتها لك ايه او قلت لك ايه على جسم جولجي؟ قلت لك اجسام جولجي او جهاز جولجي بيستقبل، استقبل المنتجات، استقبل اي افراز هيخرج من اي عضيه. الريبوسوم انتج بروتين ما، البروتين ده هيروح علشان يتظبط عند جهاز جولجي، هيظبط فيه ايه؟ هيعدله، ممكن يزود حمض يحط حمض، هيحوله لي الى حاجه معينه، يبقى انا عايزه انقل له الشيء ده، يبقى انا عايزه حويصلات ناقله عشان تنتقل من الريبوسوم تروح لجسم جولجي، وجسم جولجي كان بيستقبل، بيصنف، اظن الكلام ده احنا مطالبين بيه، بيعدل، ها؟ بيعمل على توزيع ثم تخزين او تعبئه المواد الافرازيه، يبقى استقبل، يبقى عشان يستقبل عايزه او عايز حويصلات ناقله اهو، وعلشان يفرز، ما انا قلت في الاخر توزيع، توزيع دي معناها ايه؟ عشان كده جولجي كان موجود في الخلايا الافرازيه، يبقى لازم يكون عنده حويصلات افرازيه، يبقى جولجي في حويصله جايه له اسمها ناقله، في حويصله خارجه من عنده اسمها افرازيه. عشان الافرازيه تخيل معايا هتروح على الغشاء البلازمي وتخرج، تخرج راحه فين؟ على حسب هي ايه؟ انا بتكلم عن انزيم، عن هرمون، هيروح في جدار المعده او تجويف المعده عشان يهضم. هيروح للدم عشان ده هرمون هيتوزع، ايا كان بقى. طب علشان يعدي من الغشاء البلازمي هيعدي منين؟ هتقولي غير مذكوره، مذكوره.
حبيبات البروتين التي تعمل بعضها كمواقع تعرف وبعضها كبوابات، كله مذكور اهو، خلي بالك اوبن بوك، بس دور في الكتاب موجود، بس اللي بيفهم اللي بيفكر هو ده اللي هنعتمد عليه في اسئلتنا المرحله الجايه. يبقى كل جزئيه افهمها. يبقى جهاز جولجي لازم له حويصله ناقله ولازم له حويصله افرازيه. طيب تعال نشوف، خلاص اتفقنا اجابتنا جولجي، نشوف سؤال الرابع. بيقول سؤال سهل بقى ده، النسيج الذي يوجد في أدمة الجلد هو نسيج ضام، خلي بالك ده موجود في الأدمة، نسيج ضام يا ترى نوعه ايه؟ هل ضام هيكلي ولا ضام وعائي ولا غضروفي ولا ضام أصيل؟ أظن ده سؤال مش هنختلف عليه. طبعا ضام أصيل. ليه أصيل؟ ما هو دي المسريقة الموجودة في الأدمة التي تجمع بين درجة متوسطة الصلابة وعالية المرونة، يبقى خلي بالك اللي موجود في الأدمة هو ضم أصيل، لكن في البشرة تلاقي. سؤال رقم 5 بيقول من أهمية الشبكة الإندوبلازمية داخل الغدد الصماء، خلي بالك أنا عندي نوعين من أنواع الشبكات، لكن أنا بقول داخل الغدد الصماء، والغدة الصماء تفرز هرمونات، خلي بالك. طب تعال نشوف الاختيارات، هل يا ترى جوه الغدة الصماء مسؤولة عن تخليق الليبيدات؟ ولا هتحول الجلايكوجين إلى أو جلوكوز لجلايكوجين؟ ولا هتنتج البروتين؟ ولا هتقلل السمية أو سمية بعض المواد؟ هتقولي وأنا أعرف منين؟ ما هو قالك إن دي شبكة إندوبلازمية جوه غدة صماء. ما هو عمل الغدة الصماء؟ إنتاج هرمون. وطبعا الهرمونات دي هتنتقل في الدم، يبقى شغلتها إنتاج الهرمونات. طب الهرمونات دي إيه؟ مسؤولة عن إيه؟ أو تركيب الهرمون ده إيه؟ طبعا إنتاج البروتين، لأن الهرمونات أغلبها بروتينية بينما الإنزيمات جميعها بروتينات. بص أنا بعمم أهو في حاجات وبخصص في حاجات، أنا قلت الإنزيمات جميعها بروتينات بينما الهرمونات لا، في البعض بروتيني في البعض استرويدات دهون، ما احنا خدنا الاسترويدات وفهمتها، يبقى هنتج بروتين ودي إجابتي الصحيحة. طيب سؤال 6 بيقول خلية حية في بيئتها لا تحتوي على الأكسجين، الخلية دي ما عندهاش أكسجين، أي العضيات التالية تغيب عن هذه الخلية؟ أكيد الخلية دي مش هتلاقي فيها إيه، يا ترى هيغيب عنها الميتوكوندريا ولا هيغيب عنها النواة ولا هيغيب عنها الريبوسوم ولا هيغيب عنها الغشاء البلازمي؟ فكر معايا، العضية دي لا تحتوي على أكسجين أو بيئتها ما فيهاش أكسجين، يبقى العضية اللي لازم عملها يرتبط بوجود الاكسجين، ولو ما فيش اكسجين مش هتشتغل. مين ديت؟ طبعا الميتوكوندريا. يبقى اجابتنا الصحيحه هي الميتوكوندريا. خلي بالك هتقولي طب ليه؟ ما هو الميتوكوندريا دي عباره عن ايه؟ محطه توليد الطاقه، بمعنى هيحدث داخلها تفاعلات الاحتراق، احتراق الماده الغذائيه في وجود الاكسجين، احتراق الغذاء في وجود الاكسجين. ليه؟ علشان تنطلق الطاقة اللي هتخزن في الاي تي بي. طب البيئة دي ما فيهاش اكسجين، هتحتاج الميتوكوندريا في ايه؟ هتحرق المواد الغذائية ازاي؟ يبقى اكيد دي ما عندهاش ميتوكوندريا. برضو لو انا مش فاهم عمل الميتوكوندريا ايه، وحتى لو في ايدي البوك بتاعي الكتاب بتاعي، برضو مش هعرف اوصل للاجابة لو انا مش فاهم. يبقى طبعا خلاص نشوف سؤالنا رقم 7 بيقول ايه، الخلايا المنتجة للإنزيمات تحتوي على كميات كبيرة من خلية بتنتج إنزيم، يا ترى هتفتكر معانا كده الإنزيم ده بروتينات زي ما احنا اتفقنا، الإنزيمات لسه قايلة من دقايق جميعها مواد بروتينية، يا ترى هيكون عندها كمية كبيرة من مين؟ من الريبوسوم؟ أكيد. النووية ولا أجسام جولجي ولا جميع ما سبق؟ يا ترى ها ثانيتين نفكر، إيه في دولت لازم هيكون عندها؟ هقول لك حاجة، كله جميع ما سبق. ليه؟ هي محتاجه ريبوسوم في ايه؟ لان الانزيمات بروتينات، ومين اللي هيكونها؟ يبقى انا عايزه ريبوسوم عشان يكونها. طيب هو كان قايل من ضمن الاختيارات نوويه، ايه علاقه النوويه بالموضوع؟ النوويه يكثر وجودها في الخلايا الافرازيه، النوويه مسؤوله عن انتاج عضيه الريبوسوم، الريبوسوم اللي هينتج لك البروتين ده بيتكون من النوويه، او النوويه بتخلقه بتكونه، يبقى انا محتاجه برضه نوويه، يبقى انا محتاجه كل الحاجات دي. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده، وطبعا اجسام جولجي عشان هو اللي هتفرز
يبقى خلاص متفقين انه جميع ما سبق. سؤال مختلف شوي بيقول: في المناسل يتم انتاج الاسترويدات من، طب نشوف الاختيارات ونفكر سوا، الاسترويدات دي هتنتج من ايه؟ من اللايسوسوم ولا من الميتوكوندريا ولا من الشبكة المحببة ولا من الشبكة المرساء؟ هتقول لي احنا ما خدناش الموضوع ده. لا خدته. طب تعال نفكر سوا، ما هي المناسل؟ المناسل هي الاعضاء التناسلية. وما هي الاعضاء التناسلية؟ هي الاعضاء المسؤولة عن انتاج الانشاج مذكرة كانت او مؤنثة. يعني انت خدت قبل كده ان انا عندي حاجة اسمها حبة لقاح، ده مشيج بيتكون داخل المتق. عندي حاجة اسمها الحيوان المنوي، مشيج بيتكون داخل الخصية. عندي بويضة تتكون داخل المبيض، هي دي المناسل. بتنتج استرويدات، ايه الاسترويدات؟ الهرمونات، الهرمونات الجنسية. عندك التستوستيرون في الذكر، عند الاستروجين والبروجسترون في الانثى. طب ما دي هرمونات. هتقول لي انت قلت الهرمونات بروتينات، انا قلت معظمها، ولكن توجد هرمونات استرويدية، الهرمونات الجنسية استرويدية. طب الاسترويدات انت خدتها عبارة عن ايه بقى الهرمونات دي او الاسترويدات دي؟ استرويدات يعني دهون اهو. الدهون مين اللي بيكونها؟ طبعا اكيد هتكون الشبكة الاندوبلازمية. ايوه بس مين فيهم؟ ما انا عندي نوعين، ما انا عندي محببة وخشنة وعندي ملساء، مين فيهم؟ طبعا الملساء. افتكر الشبكة الاندوبلازمية الخشنة او المحببة بتنتج بروتينات، اصل على سطحها في ريبوسوم يبقى دي بتاعت البروتين وبس. طب تعالى عند الملساء، ساعتها قلت لك انت درست كم مادة عضوية؟ انا خدت كربوهيدرات ليبيدات بروتينات، مالكش دعوة بالبروتينات، خلينا في الاتنين الباقيين. الشبكة الملساء مسؤولة عن تخليق الليبيدات، الشبكة الملساء مسؤولة عن تحويل الجلوكوز إلى جليكوجين. خلاص يبقى كده الإجابة وضحت، يبقى هنختار مين؟ طبعا الشبكة الملساء. كانت اختياراتنا إيه؟ كنت بختار ما بين اللايسوسوم والميتوكوندريا والشبكة المحببة والشبكة الملساء. لا الصح الملساء، لأن أنا فهمت إن الملساء هي المسؤولة عن إنتاج الاسترويدات. طيب نشوف السؤال اللي بعده، برضه رسمة وهيسألني فيه. إيه الرسمة دي؟ بيقول لك أمامك عينة لدم، طبعا ده وعاء دموي، واللي نقط أو الخلايا الحمراء دي عبارة عن كرات الدم الحمراء، واللي واخدة لون الموف شوية دي عبارة عن الكرات البيضاء، وعندي طبعا تسبح في البلازما، والجزيئات الصغيرة دي الصفائح الدموية. هو قال لك دي عين الدم، عايز أعرف اسم البروتين ألف والبروتين ب. لو مش واضح عندك في الصورة هوضح لك بروتين ألف ده فين. مشاور على كرات الدم الحمراء وكاتب عليها ألف، ومشاور على الأرضية اللي هي البلازما ودي به، به موجودة في السائل في البلازما. يعني أنا عندي عين الدم، ألف ده إيه وبه ده إيه؟ إيه البروتين الموجود في كرات الدم الحمراء وإيه البروتين الموجود في البلازما؟ طب تعال نشوف الاختيارات. اختياراتك هي سيروكسين وهيموجلوبين، به هيموجلوبين وكروماتين، جيم كازين وسيروكسين، دال هيموجلوبين والبومين. ها قدرت توصل للاجابه؟ كرات الدم الحمراء هتحتوي على هيموجلوبين، يبقى انا شلت الف وجيم مش تبعي، او شلت السؤالين اللي فيهم انهي جزئيه فيها هيموجلوبين، الجيم بس اللي هشيلها، يبقى لسه معايا الف وب ودال. طب بلازما الدم فيها مين؟ فيها كروماتين؟ لا طبعا. فيها سيروكسين؟ لا. هيكون فيها ايه؟ البومين. تكوين بلازما الدم عباره عن ايه؟ البومين. يبقى اختيارك الصح ايه؟ هيموجلوبين والبومين. شفت السؤال غير مباشر، لكن لو انا فكرت شويه هعرف ايه نوع البروتين الموجود في كرات الدم الحمراء، ايه نوع البروتين الموجود في بلازما الدم. طبعا الالبومين من البروتينات البسيطه والهيموجلوبين من البروتينات المرتبطه. جينا للسؤال رقم 10، بيقول لنا ايه؟ النسيج الذي يقوم بافراز المخاط كما في القناة الهضمية والقصبة الهوائية هو نسيج ايه؟ انا عايزة نسيج بيفرز المخاط. كلمة المخاط ذكرت فين؟ في تميز الانسجة الحيوانية طبعا. هل هو نسيج دم ام عضلي ام عصبي ام طلائي؟ النسيج الذي يقوم بافراز المخاط في القناة الهضمية والقصبة الهوائية، طبعا اكيد اغلبنا عرفه، ده نسيج طلائي. الضام انا عارفه مكانه، يا اما هيكلي وطبعا اكيد لا، يا اما وعائي اكيد لا، اصيل اكيد لا.
طب عضلي عضلات العصبي بين انسيالات عصبية، يبقى اكيد اجابتي هي النسيج الطلائي. وذكر من ضمن اهمية النسيج الطلائي او وظائفه انه مسؤول عن افراز المخاط، وساعتها قلت لك اكتر جهازين محتاجة فيهم انتاج المخاط هو القناة الهضمية او جهازك الهضمي وجهازك التنفسي. ليه؟ هما اللي لهم احتكاك بالبيئة. كام مرة في اليوم بتاكل؟ كم مرة بتشرب؟ كم مرة شربت عصاير، شاي، مية، اكل؟ جهازك الهضمي منهك من كتر ما انت بترهقه بالمواد اللي انت بتدخلها. لو انا هاكل 3 4 مرات في اليوم، فما بالك التنفس؟ ما بتتوقفش عن التنفس. الهواء اللي بيدخل الى رئتيك دول مليان ايه؟ مليان اكاسيد بجانب ادخنة ورصاص وسناج وخلافه. من المسؤول عن حمايتك؟ مناعتك فين؟ المخاط. في طبقة مخاطية بتغطي القناة الهضمية من الداخل، وانت خدتها لما جينا اتكلمنا عن المعدة. ساعتها قلت لك المعدة فيها بيبسين، يعني بتهضم بروتين، وفيها اتش سي ال عشان يخلي البي اتش بتاعتي من 1.5 ل 2.5. امال المعدة ما بتتحرقش ليه؟ ما بتهضمش نفسها ليه؟ قلنا ساعتها اصل المعدة المبطنة من الداخل بطبقة مخاطية وبالتالي حمياها. تخيل انت لو ما فيش الطبقة المخاطية دي، الناس اللي عندهم قرحة معدة اسألهم ايه اللي بيحسوا بيه لما بيجوا اي مادة بروتينية تدخل الى جسمهم او الى جهازهم الهضمي. يبقى طبعا الطبقة الطلائية هي المعنية بكل ده. يبقى اختيارنا الطلائي. هدخل على شكل اسئلة تاني كده، خدنا 10 اسئلة اختيار زي ما هيجيني في امتحان الترم. طب تعالى بقى نشوف اسئلة متنوعة، عندي كام سؤال متنوع، ركز لان ممكن اجيب لك جزئية في سؤال واقعد اسأل عليها كذا فقرة. ممكن اكون انا طولت هو في الاسئلة بتاعتك، لان انت تمتحن على نظام البوكلت يا درجة يا اتنين، مش هيتعدى ده. لكن انا حاولت على جزئية معينة اسرد تحتيها اسئلة كتير حوالين نفس الجزئية، بحاول اربط لك بين الامور وبعضها او بين اجزاء وجزئيات المنهج وبعضه. تعال نشوف السؤال ده بيقول لنا ايه. جايب لي رسمة، جايب احماض امينية جنب بعضها، وجايب بينهم رابطة بيبتدئي، وبيقول لي الشكل الذي امامك يعبر عن سلسلة بيبتيدية. الشكل الذي امامك بيعبر عن سلسلة بيبتيدية، مش واضح فيها اي حاجة غير ان انا عندي حاجات حمراء، دوائر حمراء دي بترمز للاحماض الامينية، والخطوط الصفراء اللي بينها دي الروابط البيبتيدية. طيب عرفت ان دي سلسلة بيبتيدية، افحصوا جيدا. فحصناه. ثم اجب عن الاسئلة الاتية: كم عدد جزيئات الماء المتكونة عند تكوين هذه السلسلة؟ دي بقى الأسئلة اللي محتاجة فعلا نقعد نفكر فيها دقايق. عندي كم جزيء ماء؟ أعرفهم منين؟ بص كده، مع كل خط أصفر من دولت ده بيمثل لك جزيء ماء ورابطة بيبتدي، لأن أنت عارف أنا بحاول أشاور لك على بالسهم أهو، ده وده حمض أمين الاتنين الحمر دول، يبقى اللي بينهم الأصفر ده الرابطة البيبتدية، ومع كل رابطه تتكون في جزء ميه بيطلع زي ما اتفقنا من دقايق، يبقى ادي جزء ميه. اتنين، التالت، الرابع، الخامس، يبقى انت عندك كم جزء ميه هيتكون في السلسله دي؟ 5. علما ان انت عندك كم حمض اميني؟ 1 2 3 4 5 6، يعني 6 احماض امينيه كونوا لك 5 روابط بيبتيديه. اسحب اي سؤال ممكن يجيني في الجزئيه دي. انا عندي السلسلة عبارة عن 100 حمض اميني، يبقى 99 جزيء مية، يبقى 99 رابطة بيبتدي. اعملها لنفسك قانون، عدد جزيئات المية هو نفسه عدد الروابط البيبتيدية، وينقص عن عدد الاحماض الامينية بمقدار الواحد. طب ده كان اول سؤال طلبه. السؤال التاني بيقول ايه؟ كم عدد الروابط البيبتيدية المتكونة؟ ما احنا قلنا انا هربط بين الاتنين، عندي عدد الروابط البيبتيدية هو نفسه عدد جزيئات المية، يبقى أنا برضو 5. طيب لكي يتم نزع جزيء المية، بيتم نزع ذرة هيدروجين من، خلي بالك كل دي أسئلة حول نفس رأس السؤال، هنزع ذرة هيدروجين من مين؟ ونزع مجموعة الهيدروكسيد من مين؟ طبعا هنزع ذرة هيدروجين من مجموعة الأمين، وهنزع مجموعة الهيدروكسيل من مجموعة الكربوكسيل. أنا بجاوب على طول، يبقى نزعت الاتش من الامين ونزعت الهيدروكسيل من الكربوكسيل. طب تعالى ناخد اللي وراه. ما العضية المسؤولة عن تكوين هذه السلسلة؟ دي بتكونها لسه. ما العضية المسؤولة؟ طب انا مش عرفني، ما جاش، ما خدتهاش. لا خدتها، دي سلسلة بيبتيدية، يعني انا بكون بروتين،
من المسؤول او ما العضية المسؤولة عن تخليق البروتين؟ طبعا مين؟ الريبوسوم اكيد، يبقى الريبوسوم. طيب خمسة، ما هو جزيء الحامض النووي الحامل لشفرة بناء هذه السلسلة؟ الحامل لشفرة البناء، هتشك طب يا ترى الدي ان ايه ولا الار ان ايه؟ الدي ان ايه عنده المعلومات الوراثية، الار ان ايه مسؤول عن اظهار الصفة الوراثية، يبقى اللي شايل الشفرة دلوقتي هو الار ان ايه. سؤال ستة بيقول لي، ما هي العضية المسؤولة عن افراز هذه السلسلة؟ يعني تخيل في حد بينتجها وفي حد بيفرزها، اللي انتج هو الريبوسوم، طب واللي بيفرزها؟ جولجي. جولجي موجود في الخلايا الافرازية، يكسر وجوده في الخلايا الافرازية، عشان ما تقوليش ما لقيتهاش، مش موجودة عندي، ابحث في البوك بتاعك، موجود في جهاز جولجي مسؤول عن الافراز. طيب نقطة سبعة في نفس السؤال، لو ان هذه السلسلة توجد في تركيب غشاء بلازمي فما هي وظيفتها؟ هو في بروتين هيوجد في تكوين غشاء بلازمي؟ اكيد طبعا. هو انا مش عارف ان الغشاء البلازمي ده فيه حبيبات بروتين مطمورة؟ اه طبعا. طب ما البروتين ده مش عبارة عن سلاسل بيبتيدية، يبقى وظيفتها ايه؟ حبيبات البروتين في الغشاء البلازمي كان بعضها يعمل كمواقع تعرف وبعضها كبوابات، يبقى دي وظيفتها، البعض يعمل مواقع تعرف والبعض يعمل كبوابات. طيب سؤال 8، لو ان هذه السلسلة توجد في تركيب انزيم، ما انا عارفة ان الانزيمات جميعها بروتينات، لو السلسلة دي موجودة في انزيم هل يصلح لهضم جميع المواد الغذائية؟ لا. ولماذا؟ لان الانزيمات متخصصة. بص في سؤال واحد ما خدش مننا سطر او سطر ونص في كتابته، سردتلك تحتيه 8 نقاط، تخيل. وارد وبيربع، وارد، يبقى خلي بالك. ممكن انا عايزاك تفهم، عايزاك تربط بين الامور. اخر جزئية كانت بتقول لي ايه؟ لو السلسلة دي داخلة في تكوين انزيم او داخلة في تركيب انزيم، الانزيم ده طبعا هاضم، هل يصلح لهضم جميع المواد الغذائية؟ لا. ليه؟ لان الانزيمات متخصصة، لكل انزيم مادة هدف يعمل عليه، يبقى الذي يصلح لبناء او اسفة لهدم او هضم كربوهيدرات يختلف عن البروتينات، يختلف عن اي نوع من انواع المواد الغذائية. يبقى في سؤال بسيط اهو، مجرد كلمة بروتين خليتك انا جبت المنهج من اوله لاخره، البروتين ده لو في غشاء بلازما هيعمل ايه؟ البروتين ده لو في انزيم هيعمل ايه؟ وممكن اضيف اكتر. طب البروتين ده لو ضفت عليه يود هيتحول لايه؟ ومين اللي هيفرزه؟ اه يود، يبقى ده بتاع الدرقية، يبقى بقى ثيروكسين اللي افرزه للغدة الدرقية، ده لو حبيت ازود. طب لو البروتين ده حطيت فيه حديد هيتحول ايه؟ هيموجلوبين، موجود في الدم. طب فوسفور، كازين. كلمة واحدة بس ممكن اقوم ربطلك بيها المنهج كله. يبقى ده شكل الاسئلة اللي ممكن تيجي. طيب سؤال تاني، وبرضه كل اللي جاي ما تتضايقوش، بنحاول نتدرب مع بعض على الاسئله اللي بتقيس مستويات التفكير دي، عايزاك تتعود تفكر معايا. طب بص السؤال ده هو عامل زي الفزوره، بيقول لي ايه؟ جزيء غير عضوي بينتج من اتحاد مونيمرين من اجل تكوين رابطه ما، ما اسم المركب والمونيمرين وما اسم الرابطه؟ فزوره. جزيء غير عضوي ينتج من اتحاد مونيمرين عشان اكون رابطة، ايه اسم المركب وايه هما المونيمرين دول وما هي اسم الرابطة؟ واكيد طبيعي هتقولي ما هو الجزيء. ها فكر شوية، صعبة الحكاية؟ لا صدقني لو فكرت هتلاقيها مش صعبة. طب خليك معايا، ما هو الجزيء الغير عضوي اللي انت درسته؟ هتقولي ما درستش اجزاء غير عضوية. طب بلاش دي، ما هي الرابطة اللي انت درستها؟ مش انت خدت الرابطة الابتدائية؟ كانت بين ايه؟ مش بين حمضين امينيين؟ مش دول مونيمرين؟ وعشان اكون الرابطه واحنا رسمناها من دقايق كنت بعمل ايه؟ مش بنزع جزيء ميه؟ وهل جزيء الميه ده يعتبر جزيء عضوي ام غير عضوي؟ لا ده غير عضوي، ما بيتكونش فيه اجسام الكائنات الحيه، ما فيهوش كربون، خلاص يبقى هو ده الجزيء الغير عضوي، هو الماء. اسم المركب ثنائي البيبتايد، المونيمرين احماض امينيه، اسم الرابطه رابطه بيبتيديه. تاني عشان لو في حد بيسجل ورانا الاجابه، الجزيء الغير عضوي هو الميه، اسم المركب ثنائي البيبتايد، وطبعا لو قررت التفاعل هكون سلاسل، المونيمرين هما احماض امينيه، الرابطه رابطه بيبتيديه. شفت الفزوره؟ يبقى
عايزاك تفكر، اكيد في كلمه في السؤال تقدر توصل منها للاجابه. انا بعمل مونيمرين، كونت حاجه عشان اكون رابطه. رابطه، ها انا خدت ايه؟ هل انت خدت تكوين روابط غير الابتديه؟ وطبعا لما جينا اتكلمنا عن الروابط التساهميه قلت لك هي موجوده فين، لكن ما كونناهاش احنا بايدينا. طيب يبقى اسم المركب ثنائي البيبتايد، المونومرين حمضين امينين، والرابطه بيبتيديه، وكمان قلنا جزيء الغير عضوي اللي هو الماي. طيب تعال نشوف سؤال تاني. بص كده على السؤال ده بيقول لي ايه. ادرس الشكل الذي امامك ثم اجب على الاسئله الاتيه. طيب نبص على الشكل ده، ايه نشاط انزيم والبي اتش بتاعت انزيم. تمام، في انزيم كان اللي هو هنسميه انزيم واحد، الانزيم ده شغال عند بي اتش 2، استنتجت اكيد مين هو؟ البيبسين. الانزيم 2 شغال عند بي اتش 8، اكيد عرفت مين هو؟ التريبسين. طيب نشوف بقى اسئلته بيقول لي ايه. ما هي درجه البي اتش المثلى للانزيم 1 و2؟ من على الرسم مش هحتاج ارهق نفسي. 1 البي اتش المثلى بتاعته 2، وانا خدتها في الكتاب انها من 1.5 ل 2.5. تمام، وطبعا 2 ده البي اتش بتاعته 8، هي بتتراوح من 7.4 من 10 ل 8. طبعا ما هو الوسط المناسب لعمل انزيمين؟ كلمه وسط يعني عايزاك تقول لي ده حمضي ولا قلوي. يبقى اكيد طبعا الانزيم 1 بيعمل في وسط حمضي، والانزيم 2 بيعمل في وسط قاعدي. طيب نشوف بقيه الاسئله. ما اسم العضو الذي يعمل داخله الانزيم 1؟ ارجع للرسمه تاني. الانزيم 1 ده اللي احنا اتفقنا ان البيبسين، العضو اللي كان بيعمل فيه البيبسين عضو، يبقى المعده. البيبسين يعمل في المعده. طيب وما اسم العضو الذي يعمل داخله الانزيم 2؟ ارجع ل2، احنا اتفقنا انه التريبسين، والتريبسين احنا عارفين انه شغال فين؟ في الاثنى عشر. تمام، ما اسم المركب العضوي الداخل في تركيب هذه الانزيمات؟ الانزيمات جميعها ايه؟ وقلناها 100 مره، بروتينات. يبقى المركب العضوي معايا البروتين. ما وحده بناء الانزيم؟ يعني وحده بناء البروتين. ما تقوليش انا ما خدتش وحده بناء الانزيم، ما انت خدت وحده بناء البروتين، والانزيم بروتين، ما هي هياها. يبقى طبعا الحمض الاميني بالرسم، مش هرسمه تاني لاني رسمته في الاول، اللي هو ذره كربون وسطيه، مجموعه الكربوكسيل الحامضيه، مجموعه الامين القاعديه الهيدروجين، ومجموعه الار اللي بتعمل اختلاف بين احماض الامينيه وبعضها. طيب نكمل بقيه الاسئله على نفس الجزئيه. سؤال 7 بيقول فسر اختلاف تركيب الانزيم الف عن انزيم 2. استناني بقى هنا، دور في كتاب اوبن بوك مش هتلاقي الاجابه. فسر اختلاف تركيب الانزيم الف عن الانزيم 2، هما مختلفين عن بعض في ايه الانزيمين دول؟ هتقولي ما انا ما درستهمش. لا درستهم، مش بالضروره يكون الاثنين دول، احنا اتفقنا اي بروتينات تختلف عن بعضها في ايه. خلي بالك انا قلت بروتينات وليست احماض اميني. يبقى البروتينات بتختلف في ايه؟ في اعداد وانواع وترتيب الاحماض الامينيه. اظن وضحت. في سؤالين قعدت اقول لك دول شبه بعض. لو قال لي بتختلف الاحماض الامينيه عن بعضها البعض، امينيه عن المونيمر، يبقى اختلافها في مجموعه الار، في مجموعه الالكايل. لو قال لي اختلاف البروتينات يعني البونيمر، يبقى اختلافها في اعداد وانواع وترتيب الاحماض الامينيه، استخدمت كم حمض اميني عشان تكون السلسله دي. طب ترتيبهم ايه؟ طب انواعهم ايه؟ هم كلهم نوع واحد؟ لا انواع مختلفه. هتستخدم كم نوع وهترتب ازاي وطولها ايه؟ يبقى اعداد انواع ترتيب. طيب بيكمل السؤال، هل او علل المره دي، قالها علل، علل لا يصلح الانزيم واحد لهضم الكربوهيدرات. اشمعنى مركز على واحد؟ لان انا عارفه ان واحد ده بيهضم بروتين، وعلى فكره 2 بيهضم بروتين برضه ايا كان منهم، ده بيهضم بروتين، ليه لا يصلح لهضم الكربوهيدرات؟ نفس اللي احنا قلناه قبل كده، لان الانزيمات متخصصه، لكل انزيم ماده هدف. الانزيم الذي يصلح لهضم الكربوهيدرات يختلف عن الذي يصلح لهضم البروتينات عن الاحماض الدهنيه وهكذا او خلافه. يبقى لان الانزيمات متخصصه، لكل انزيم ماده هدف يعمل عليها، يبقى الذي يصلح لماده لا يصلح لماده اخرى. شويه اسئله محتاجين مننا شويه ايه؟ فكر، ولسه في جعبتنا الكثير. تعالى شوف الفزوره دي، فزوره برضه.
هرهقك شويه بالتفكير معايا، بس هنستفاد في النهايه ان انا اتعود واتدرب على نظام الاسئله دي. طبيعتنا مش هيبقى السنه دي بس، هيبقى الترم اللي جاي والسنه اللي وراها واللي وراها، كل تقييمك بعد كده هيكون بنفس الاسلوب ده. احنا عايزين نطلع جيل مفكر وليس جيل بيكرر المنهج. احنا مش بغبغانات، انا ما بكررش، انا عايزه افهم انا بعمل ايه وبقول ايه. درب نفسك من دلوقتي، احنا لسه في سنه اولى وبنجرب وتجريبي وي وي وي. استغل الموضوع، ما تهملش، استغل الموضوع في ان انت تدرب ايدك وتدرب طريقتك ودماغك وتفكيرك على العلاقات دي، عشان ما تتعبش الترم الجاي وما تتعبش السنين اللي جايه. تقييمك هيكون بالطريقه دي. طب تعالى نقرا مع بعض الفزوره دي، بتقول لي ايه؟ بيقول لي عدي يكون بوليمر، عضي او عضي يكون بوليمر، اذكر اسم هذا العضي والبوليمر ومونيمر هذا البوليمر. معلش اقرا تاني معايا. عضي يكون بوليمر، اذكر اسم هذا العضي والبوليمر ومونيمر هذا البوليمر. يعني ايه؟ عندي عضيه انت درستها بتكون لك بوليمر، ايه هو البوليمر ده وايه هو المونيمر بتاعه وايه هو العضيه دي او مين هي العضيه؟ طبعا ما حاولتش ان انا اسيبك تتعب شويه. العضيه هي الريبوسوم، ما الريبوسوم دي عضيه مسؤوله عن تخليق البروتين، والبروتين ده بوليمر، يبقى البوليمر هو البروتين، يبقى المونيمر بتاعه هو مين؟ الحمض الاميني. يبقى الريبوسوم كون لي بروتين اللي عباره عن احماض امينيه. عدي كون بوليمر، والبوليمر هو ايه والمونيمر هو ايه. طيب نشوف سؤال كمان، السؤال ده برضو محتاج مننا شوية تفكير. بيقول السؤال ده على فكرة في طلبة بعتتهولي على مواقع التواصل، يمكن احنا زودنا عليه بس في جزئية منه اتبعتت. السؤال بيقول خلية حيوانية قطرها 10 مكرون، اردت فحصها باستخدام ميكروسكوب ضوئي. يبقى انت عندك خلية حيوانية القطر بتاعها 10 مكرون، عايز افحصها بميكروسكوب ضوئي. الميكروسكوب ده قوة تكبير العدسة الشيئية بتاعته 100 مرة، وعندي عدستين، يبقى الشيئية ثابتة معايا بمية، وعندي عدستين عينيتين احدهما 10 والاخرى 20. عندي عدستين عينيتين، واحدة 10 وواحدة 20، اي العدستان تستخدم وعلل سبب اختيار. تاني كده، خلية قطرها 10 مكرون، عندي الشيئية بتاعتي بمية، وعندي 2 عينين، واحدة 10 وواحدة 20، هتستخدم انهي واحدة فيهم؟ طبعا في ناس ممكن تقول لك لا اخد الكبيرة بقى 20، عشان يبقى 100 في 20 وتبقى قوة تكبيرك عالية. لا للأسف اجابة خطأ. ليه؟ انا هختار العشرة. ليه؟ طب تعالى كده افكرك بالقانون اللي كنا بنحل بيه الموضوع ده. كنا بنعمل مثلث، المثلث ده هحط فيه هنا ده قوة تكبير المجهر، واحط هنا العدسة الشيئية تكبيرها طبعا، وهنا العدسة العينية. تمام، هو قال لي ان الشيئية بتاعتي ثابتة بمية، الشيئية معايا بمية، لو انت حطيت العينية بتاعتك 20 فرضا، يعني انا هضرب المية في 20 هيطلع كام؟ هيطلع 2000. ينفع؟ لا، الاجابة دي خطأ. يبقى المفروض استخدم ايه؟ 10. ليه؟ عشان لما اضرب المية في العشرة هيطلع لك 1000، وانت درست ان قوة تكبير الميكروسكوب الضوئي لا تتعدى 1500 قدر العين طبعا، او قدر الحجم الطبيعي. طب ما 2000 حلو، لا هتبقى غير واضحة، هيبقى التباين بتاعها منخفض، يبقى انا لازم اختار العشرة. فهمت انا جبتها منين؟ يبقى لازم اختار العشرة عشان يطلع لي قوة تكبيري 1000، دي القوة المعقولة. تمام كده؟ تمام. يبقى انا كده خلاص عرفت ان انا هختار العشرة. لسه السؤال مخلص، وكم يبلغ قطر الخلية في الصورة المتكونة لها بالعدسة العينية؟ الله، دي حاجة جديدة. كم يبلغ قطر الخلية؟ ما هو انت لما بتيجي تحسب، احنا اتفقنا ان قطر الخلية الاصلي كام؟ 10. طب انت كبرت كام؟ 1000. يبقى انا هضرب العشرة في 1000، بمعنى ان قطر الخلية في الصورة، في الصورة المرة دي، هيساوي قطر الخلية في الاصلي طبعا في قوة تكبير
المجهر بمعنى ايه؟ تعالى كده نعملها كأنها قانون رياضي كده ونحلها. احنا قلنا قطر الخلية بتاعتي 10، ماشي، ده القطر، قطر الخلية الأصلي ايه؟ قطر الخلية الأصلي هضربه في قوة التكبير، انت كبرت 1000 مرة، او قوة تكبير المجهر 1000، 1000 في 10 هيديك كام؟ هيديني 10000. يبقى قدر التكبيري دلوقتي 10000. يعني لو حبيت اعملها كقانون رياضي كده هقول قطر الخلية في الصورة هيساوي القطر، قطر الخلية الأصلي في قوة طبعا تكبير المجهر. تمام كده، خدها كقانون. يبقى قطر الخلية اللي انا عايزاه الجديد في الصورة هيساوي القطر الاصلي، هي كان قطرها الاصلي قد ايه؟ قطر الخلية الاصلي في قوة تكبير المجهر. يبقى انا كده عرفت ان انا كبرتها 10000 مرة، لان الطبيعي 1000 وانا زودتها، الطبيعي قصدي 10 وانا زودتها 1000 كمان، يبقى انت كبرتها 10000. يبقى انا استنتجت حاجة هنا. هتقولي مش مذكورة؟ لا مذكورة، لان احنا بنقول لك بكبر 1500 مرة قدر الطبيعي، والطبيعي 10، يبقى انت ال 10 دي ضربتها في 1500 مرة، مش ده اللي احنا دارسينه؟ طيب انت دلوقتي اخترت ان انت تستخدم العدسة العينية اللي هي 10، يبقى 10 في 100 ب 1000، يبقى انت كبرت كام مرة؟ 1000 مرة قدر الحجم الطبيعي، والحجم الطبيعي كان كام؟ 10. يبقى انا هطلع بيها بقانون قطر الخلية في الصورة هيساوي قطر الخلية الاصلي اللي هو ال 10 في قوة تكبير المجهر. ال 10 في ال 1000 طلع معايا 10000، ودي هتكون إجابة السؤال. طيب نشوف سؤال كمان. معلش أنا عارفة الأسئلة هترهقنا شوية عشان كلها بتدور على دماغنا أو كلها بتبحث في تفكيرك. سؤال 6 بيقول ينقبض الجانب الأيسر للقلب في نفس الوقت اللي بينقبض فيه الجانب الأيمن، اذكر اسم الجزء المنظم لهذه الحركة في عضلات القلب. مذكورة يمكن مش بشكل مباشر، لكن مكتوبة بشكل غير مباشر في العضلات. لما جينا نقارن العضلات ونتكلم عن انواعها قلت عندي اكتر من نوع من العضلات. ده انا عندي عضله سميناها عضله هيكليه، اصلا بتتصل بالجهاز الهيكلي. عندي اراديه، اصلا انا بحركها بارادتي. عندي مخططه، اصلا بتظهر تحت المجرى على هيئه خطوط. عندي عضلات ملساء، ملساء موجوده في العضلات التي لا تتحكم في تحريكها، قناه هضميه ماشي، اوعيه دمويه ماشي، مثانه ماشي، وهكذا. عندي عضلات قلبيه تجمع في خواصها بين المخططة وبين الملساء. ازاي؟ اصلها تحت المجهر على هيئة خطوط وملساء، لان انا ما اقدرش اتحكم في ضربات القلب. وزاد عليها نقطة وهي دي المعنية بالسؤال، ان توجد بين الياف العضلات القلبية اقراص تسمى الاقراص البينية. هي دي. وساعتها قلت لك وظيفة الاقراص البينية ايه؟ تجعل القلب ينبض بصورة متزنة كوحدة وظيفية واحدة. شوف عضلة القلب وهي بتنقبض، لو شفنا حيوان بتشفيه ولا حاجة وطلعت العضلة القلبية منه، شوف وهي بتنقبض هتبقى عاملة ازاي. هتحس انها انقباض وانبساط، سكون، انقباض انبساط، انقباض في فترة سكون بسيطة. خلينا في اللي احنا فيه، انقباض وانبساط. ايه الآلية دي؟ كله مع بعضه في نفس الوقت، كل انقباض وانبساط مع بعضه في نفس الوقت، مفيش عضلة مريحة شوية. ما ينفعش، لازم لما يحصل انقباض للاتنين بطين ينقبضوا في نفس الوقت، لازم يحصل ليهم انبساط ينبسطوا في نفس الوقت. مين اللي رابط بينهم كده؟ الاقراص البينيه. يبقى الجزء المنظم لهذا او لهذه الحركه هي الاقراص الايه؟ الاقراص البينيه. دي اجابتنا. يبقى الاقراص البينيه هي المنظمه لحركه القلب او ضربات القلب. مجرد بنلعب بالالفاظ لكن الهدف واحد. ما بنقولكش الامتحان جاي بره الكتاب، لا، ما احنا قلنا حاجه بره الكتاب لغايه دلوقتي؟ لا، كل قلته هم الكتاب، ولكن بره حدود الذاكره او بره حدود التذكر، اسفه، انا عايزه ادخلك في حدود الفهم. طيب سؤال 7 بيقول برضو كلها عباره عن فوازير، في جدار الامعاء نوعين من الانسجه، في جدار الامعاء نوعين من الانسجه. طبعا الامعاء ده خليه حيوانيه، يبقى انت ركزت في تميز الانسجه الحيوانيه عشان ما نختلفش مع بعض. اذكر اسم النسيجين ووظيفة كل منهما. عندي نسيجين عايزة اذكر اعرفهم واذكر وظيفتهم، ايه اسم النسيجين الموجودين عندك في الامعاء؟
اول حاجه هتفكر فيها ايه في الامعاء؟ فاكر ما قعدت اقول لك بالحروف هنحاول نحفظها؟ النسيج الطلاء الحرشفي ولا المكعبي ولا العمادي؟ عين وميم، معده وامعاء، يبقى ده نسيج ايه؟ نسيج طلائي بسيط عمادي، وده اول نوع. نسيج طلائي بسيط عمادي، ده اول نوع. طب في نوع تاني؟ اكيد عندي نسيج عضلي، والنسيج العضلي عباره عن عضلات ملساء ولا اراديه، طبعا انا لا اتحكم في عضله القناه الهضميه، دي عضلات ملساء ولا اراديه، يبقى هما دول النسيجين المختلفين عن بعض. ده انا عندي نسيج طلائي ونوعه بسيط عمادي، وعندي نسيج عضلي نوعه عضلات ملساء. بس سؤال مخلص، هو ما قالش اسم بس، قال لك قول وظيفه كل منهما. النسيج العمادي الذي يوجد في المعده والامعاء وظيفته ايه؟ بيفرز طبقه مخاطيه، بيفرز طبقه مخاطيه، نوع من انواع الحمايه عشان اي ميكروبات اي فيروسات توصل لطعامك وشربك من خلال الفم، كمان علشان برضو في بعض اعضاء جهازك الهضمي في انزيمات هاضمه للبروتين، في مواد حمضيه، كل ده بيحمي جهازك الهضمي من وصول اثر الانزيم او الاحماض اليها. يبقى الطبقه المخاطيه عملت ايه؟ حمت لك جهازك الهضمي، حمته من اي ميكروب اي فيروس، حمته لك من اي نوع من انواع الانزيمات الهاضمه للبروتين زي بيبسين وتريبسين، حمت لك جدار المعده، ده حمالي من اتش سي ال له تاثير حارق، ده المعده بس كجزء اهو جواها اتش سي ال، ده حامض قوي، البي اتش له من 1.5 ل 2.5، وجواها كمان البيبسين يهضم بروتين، كانك جايب ميه نار مع حمض كبريتيك مركز مع اتش سي ال مركز وحاططهم جوه ازازه بلاستيك، تنتهي ما بيحصلش. ليه؟ طبقه مخاطيه، يبقى دي وظيفتها. طب والنسيج العضلي بقى، العضلات الملساء ايه شغلتها؟ ايه دورها في القناه الهضميه؟ لا ده دورها كبير. العضلات الملساء دي بتعمل على ايه؟ انقباضها وانبساطها يعمل على دفع البلع الغذائيه. الغذاء لازم يتحرك في داخل القناه الهضميه، ما ينفعش يسكن في مكان. امال اعمل ايه طبعا عشان احركه؟ ودي طبعا انا لا اتحكم في القناه الهضميه، لا ما ربنا مش نسيج. العضلات بتاعت القناه الهضميه ملساء عشان تقعد تعمل انقباض وانبساط، انقباض وانبساط، على طول القناه الهضميه في انقباض وانبساط، بتسمى على فكره الحركه الدوديه، هتاخدها بتفصيل اكتر في الصف الثاني الثانوي. لو جينا نشوف كده شخص بياكل بالاشعه هتلاحظ القناه الهضميه بتتحرك عامله زي الدوده، الحركه دي جت منين؟ انقباض وانبساط العضلات الملساء، يبقى وظيفتها انقباض وانبساط العضله الملساء مما يعمل على دفع البلع الغذائي. طيب سؤال تاني، معلش سؤال تاني برضو بيبحث في نفس الموضوع او بنتكلم عن نفس الاسلوب، هتلاحظ ان احنا مركزين شويه على الخليه لان في طلبه كتير قوي قالت باب الخليه تقيل، فانا حاولت كاني براجعه بشكل غير مباشر على شكل اسئله، واسئله بتقيس المستويات التفكير اللي احنا اتفقنا عليها، وبرضو بربط بينه وبين الباب الاولاني، احنا اتكلمنا عن البروتينات والكربوهيدرات وخلافه. طب تعالى نشوف الصوره دي مع السؤال اللي عليها بيقول لنا ايه. الصوره دي الغده الدرقيه، على فكره النسيج اللي هو لونه وردي ده الغده الدرقيه لمعلوماتنا، والنقط الصفراء اللي جواها منغمسه فيها دي غدد اسمها الجارات الدرقيه. نشوف سؤاله بيقول ايه، طبعا لان انت ما درستهاش فهو قال لك الشكل الذي امامك غده درقيه، اذكر اسم البروتين المتكون بها وتركيبه. ها هتقولي انا ما درستش الكلام ده، لا انت خدت في البروتينات المرتبطه ان في بروتين اسمه السيروكسين، يبقى اسم البروتين السيروكسين، تركيبه بروتين متحد مع يود، نسبة اليود في أكلك مهمة جدا لأن اليود بيساعدني على إفراز السيروكسين من قبل الغدة الدرقية، والسيروكسين ده من الهرمونات المهمة جدا في جسم الإنسان، نقصه يسبب لك خلل ويسبب لك بعض الأمراض لأن هو مهم جدا جدا، وهتاخده بتفاصيله إن شاء الله في الصف الثالث الثانوي. يبقى اسم البروتين السيروكسين، تركيبه عمارة على البروتين متحد مع يود، بروتينات مرتبطة. طب إيه اسم العضي الذي يتواجد او الذي يكسر تواجده في خلاياها؟ اسم العضي الذي يكسر تواجده في خلاياها، الغده الدرقيه غده افرازيه، ما احناش مختلفين على دي. ما هو العضيه التي تكسر وجودها في
في الخلايا الإفرازية، طبعا أجسام جولجي. يبقى اسم العضي هنا مين؟ أجسام جولجي. طب ماذا يحدث لو اتحد البروتين مع عنصر آخر؟ مع ذكر مثال، لو اتحد البروتين مع عنصر آخر هيكون لي بروتين مختلف، يعني هيكون لي هرمون أو بروتين اختلف، بروتين مرتبط من نوع آخر. اذكر له أي مثال، ما نذكرهم كلهم. لو هذا البروتين، هو طبعا ركز على عنصر، فأنا هتكلم عن العناصر بس. لو هذا البروتين اتحد مع الفوسفور هيكون لك الكازين، بروتين اللبن. لو هذا البروتين اتحد مع حديد هيكون لك هيموجلوبين، وده موجود في كرات الدم الحمراء. ادي مثالين مش مثال واحد، وانا ارتبطت بالاثنين دول لانه قال لي عنصر. لو ما كانش قال عنصر كنت قلت كمان انه ممكن يتحد مع الاحماض النووية عشان يكون الكروماتين. يبقى سؤال زي كده رسمة قعد سأل عليها حاجات كتير اهو. طيب يبقى انا عملت اختلاف بين البروتينات نتيجة اختلاف العنصر اللي متحد مع هذا البروتين. شكل تاني، صورة تانية بسؤال تاني. في الشكل الذي امامك، هو ايه الشكل ده؟ ورقة نبات خضراء. اذكر اسم السكر الذي يخزن بها، خلي بالك ده سكر تخزين، ونوعه مع ذكر المونيمر. ورقة النبات بتكون سكر الجلوكوز من خلال عملية البناء الضوئي. غالبا ما بيخزن الجلوكوز ده في صورة نشا. تمام، يبقى انا ممكن عشان اعفي نفسي من القلق هقول له السكر الذي يتكون في هذه العضو او هذه الورقة هو سكر الجلوكوز، كربوهيدرات بسيطة يخزن على هيئة نشا، كربوهيدرات معقدة. يبقى صورته في التخزين كسكر كربوهيدرات معقدة، يعني نشا. نوعه كربوهيدرات معقدة مع ذكر المونيمر. المونيمر هو سكر الجلوكوز، السكر الأحادي. نقول تاني معلش الإجابات. اسم السكر الذي يخزن بها هو كون جلوكوز خزن في صورة نشا. نوعه كربوهيدرات معقدة. المونيمر له هو سكر الجلوكوز. طيب ما اسم النسيج الذي يخزن به؟ النسيج اللي هيتخزن فيه الكربوهيدرات. ولماذا؟ هتقول لي انا ما خدتش تخزين الكربوهيدرات ده فين؟ انا خدت الجلوكوزين في الكبد بس ما خدش النشا فين؟ هفكرك. لما كنا بنتكلم عن النسيج البرانشيمي قلنا ايه في البرانشيمي؟ قلت لك البرانشيمي باستثناء شكله، انا عايز ادخل على اهميته، دي الاهم اللي عندي، مسؤول عن ثلاث حاجات. قلت لك هحفظ له ثلاث كلمات: بناء ضوئي، تخزين، تهويه. بناء ضوئي عشان فيه بلاستيدات، تخزين عنده فجوات. المسؤول عن التخزين هي الفجوه العصاريه، الفجوة. يبقى لما يقول لي ما النسيج الذي يخزن به، خلاف لما يقول لي ما العضية الذي يخزن فيها. هو بيخزن كعضية في الفجوة، لكن النسيج عايزك تقول له البرانشيمي. يبقى بقى اسم النسيج الذي يخزن به النسيج البرانشيمي. ولماذا؟ اشمعنى البرانشيمي؟ ما ينفعش كولانشيمي؟ طب الاسكلارانشيمي؟ لا، هو الكولانشيمي. اشمعنى؟ اصل النسيج، هو قصدي اسفه، البرانشيمي. اصل البرانشيمي بيحتوي على فجوات، والفجوه هي المسؤوله عن التخزين. يبقى برانشيمي لانه فيه فجوات مسؤوله عن التخزين. دي معنى كلمه علل. ما اسم النسيج المسؤول عن نقل الميه لهذا العضو؟ نقل الميه، يبقى انا بنقل الميه عن طريق الخشب. ما ينفعش اللحاء، اللحاء بينقل مواد غذائيه. هنقله عن طريق الخشب، والخشب ده عباره عن اوعيه وقصيبات. وده كان اخر سؤال معانا النهارده. لسه معانا اسئله كتير، لسه محضرين لكم كتير. هتقابلونا ان شاء الله في الحلقات القادمة. يا رب نكون استمتعنا، وبوصيك وصية للمرة الاخيرة. فاضل على الامتحان النهاردة 3 في الشهر، يعني معايا 11 يوم على الامتحانات او على بدء امتحاناتك. اهتم بيها حتى لو كانت تجريبية، درب نفسك على اسئلة التفكير. قضينا معاكم وقت جميل، ودايما الوقت الجميل بيخلص بسرعة. كان نفسي نقعد اكتر ونحل اكتر، لكن الايام جاية بينا ان شاء الله. هنجهز لكم اسئلة اكتر على نفس الاسلوب، مش هنسيبك تدخل الامتحان غير وانت مطمن تماما وحليت اكتر من جزئية بنفس الاسلوب ده. نتمنى لكم كل التوفيق وكل التقدم، ونسمع عنكم كل اخبار كويسة، ونراكم في حلقات قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.